السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ذات صور للمتفوقة في شهادة البكالوريا والمتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا، وهي جد فرحة مع ابناء حيها وعائلتها وتحتفل بالبارود وسط فرحة عارمة في ولاية بتنة. وللإشارة، تحصلت تلميذة إمام بن عباس على أعلى معدل في امتحان البكالوريا لدورة أجوان 2022 في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.56، وتدرس تلميذة إمام بثانوية الشهيد معجوج العمري بباريكا بولاية بتنة حسب ما جاء في إذاعة بتنة. وتقرر تخفيض معدل النجاح في البكالوريا لدورة 2022 إلى 9.25 حسب وزير التربية. وقال عبد الحكيم بالعبد أنه تم تخفيض معدل النجاح في امتحان البكالوريا إلى 9.5 ليتماشى مع ما عاشه التلاميذ طيلة 3 سنوات الماضية بسبب وباء كورونا.